بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرا بيتريتيس خطورة التطورات المتسارعة بالمنطقة وأهمية تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار. وخلال اتصال هاتفي بين الوزيرين استعرض عبد العاطي الاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف المعنية بغية العمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الحالية. ومن جانبه أشاد وزير خارجية اليونان بالجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمات المتلاحقة بالشرق الأوسط ودورها كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة. كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين وتطلع مصر لتعزيزها في كافة المجالات. أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة قائد لواء عطسيون في تفجير سيارة مفخخة. وأكدت الإذاعة أن قائد المنطقة وهو ضابط بالرتبة لواء أصيب في التفجير بالقرب من الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة إسرائيليين اثنين جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطن كرما تسور. طب وين طالع؟ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة طول كرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة وتجولت في عدة شوارع وأحياء منها، ومن ثم واصلت طريقها إلى مخيم نور شمس وتمركزت في حي النصر بالمخيم. كما أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت بلدة حجة شرق القلية في عدة مناطق. أفاد مراسل موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري أن المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في الدوحة بشأن صفقة المحتجزين كانت مفصلة وبناءة حيث حضرها جميع الأطراف المعنية. وأضاف الموقع أن المشاورات ما زالت مستمرة مع التركيز حاليا على تفاصيل تنفيذ الصفقة لضمان نجاحها. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قال في وقت سابق إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بأسرى فلسطينيين تحرز تقدما. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 37 آخرون في قصف أوكراني على منطقة بلغرود الروسية الحدودية. وقال حاكم بلغرود إن هذا الهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة قنابل عنقودية أطلقت من راجمات صواريخ. وأضاف أن من بين المصابين 6 أطفال، 3 منهم في حالة خطيرة، ولافتا إلى أن 3 بنايات سكنية لحقت بها أضرار. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقالة قائد القوات الجوية غودات إعلان تحطم مقاتلة F-16. ولم يوضح زيلينسكي أسباب هذا القرار الذي يأتي غودات إعلان تحطم مقاتلة من طراز F-16 تسلمتها كييف أخيرا من الدول الغربية بعدما طالبت بها تكرارا طوال عامين. وأورد الجيش الأوكراني أن حادث التحطم الذي أودى بالطيار أولكسيماس الذي تلقى تدريبا في الولايات المتحدة وقع خلال هجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيرات. أصيب 5 أشخاص في هجوم بسكين على حافلة في مدينة زيجن في غرب ألمانيا وفقا لما أعلنته الشرطة المحلية. وأوقفت الشرطة المشتبه بها وأعلنت في بيان أنه ليس هناك دليل على أن الواقعة تشكل هجوما إرهابيا. وأشارت الشرطة إلى أن الوظائف الحيوية لأجساد 3 من المصابين معرضة للخطر فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، أما المصاب الخامس فإصابته بسيطة.
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديد عن انتهاء النسخة الثانية من المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط بمدينة العالمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وأعربت اللجنة العليا عن خالص تقديرها وشكرها وعميق امتنانها وعرفانها لمؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي على التكليف والتشريف بكل ما يدعم بناء الإنسان المصري وصناعة وعيه. كما أكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على تقديم نسبة 60% من أرباح مهرجان العالمين الجديدة هذا العام دعما للقضية الفلسطينية.